فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولعلك هنا ينقدح في ذهنك سؤال عن الحكمة في قراءة هذه الآية مرات وكرات في أيام المسلم ولياليه، وجواب ذلك أن ذلك كله استذكار للتوحيد وعناية بمقامه وتدبر لدلالاته وبراهينه، ليصبح المسلم في أيامه ولياليه لا يزال مستذكرا التوحيد مستحضرا له معتنيا بدلائله وبراهينه. وأقول هنا كلمة: من حفظ هذه الآية وفهمها وتدبرها وعقل مدلولها وحقق ما دلت عليه خرج من الشرك كله أوله وآخره، وخلص له توحيده بإذن الله تبارك وتعالى. فهي آية لها شأنها ولها مكانتها ولها أثرها، بل كما وصفها أهل العلم هي آية اشتملت على دروس مختصرة عظيمة النفع جليلة القدر في بيان التوحيد وتقريره وذكر دلائله وبراهينه.